جاهزة نلعب شطرنج؟ اوكي ذكريني. يلا. هذه وحدة صح؟ هذا الجندي. الآن احنا القوانين حتكون مختلفة تماما عن اللي اوكي خليني استريحي وبكيت الدلة. بتشوفين كيف راح تلعبين بامتياز. اوكي ان شاء الله. طيب الآن اريد تختارين رمز يمثل مايا حاليا من هذه الرموز وتحطيها على موقع في الرقعة. هذه الملكة صح؟ هذا الوزير، هذه الملكة. الملكة. اوكي. ليش اخترتي الملكة؟ انا شي اشوف نفسي. شو مواصفات الملكة؟ بصراحة يعني الملك ملك بأخلاقه. تتبت يعني من تواضع لله رفعه. تكل ما نزلت احترمت الناس وقدرت الناس منه كل ما ارتفعت. فأنا أقول يا ربي استرني، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. ترى أنا كل عيوب بس نطلب السترة والثبات. فلما أقول ملكة أنا أتمنى تمشي، الله يثبتني في الأرض بالقول الثابت إن شاء الله. تمام.